السلام، وهذا الشكل النهائي. هاي في ذمتي صدق. لا عبد الرحمن، ايش رايك؟ والله ما شاء الله، الله يعافيك. شوف 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 شوف، طبقات الوان. مساكم الله بالخير. اليوم معنا حلا. فهمت اللي تعدى مرحلة رومانسية؟ قسم بالله، ألوان وأشكال بدون سكر. تخيل أنك تأكل لك حلا بدون سكر فوق علز، شيء جديد. ها بنات على السريع، سحلتين، واحدة فيها علز، زيح الجدر، مسيكي ذا، مسيكي قهوة وتميرة، فيها ربع حليبة، جبن وطحين والصاجة، وخلص خلص. نسينا نعلمكم من فيها نادو. أول حاجة نحمس النادو، حلوة نحمسه بس لين يقمر القوام. القوام شف لقلتها إن كان إحنا شاب فدرنا القوام مضبوط. نحكه شوي، شف شف اللون، شف اللون، شف اللون. السلام. طبعا نبي درجة اللون هذه، أنا في عادي قمر واجد. سلام. نحطها في السحلة الجانبية. سلام. نبدأ عاد الشغلة الثانية. جاء عاد وقت الجد. افتح افتح افتح. نصب بشوي دهنة. يليل من انت ليلة. حط حط فوق الضوء، حط فوق الضوء. هذا هذا فوق الضوء. يالله يعطيك الجدري. فوق الضوء. يالله اللي زقت هالشغلة. طبعا نظهر الفصام من التمر عشان ننتقل للمرحلة الثانية. خيال ابكر بيت فيها شعر غرطت امك ومدي هسه ماكو مدي هسه. خيال انا حط حط. طبعا عقب ما طلعنا الفصام نحطه في الصاجة، نحمسه على نار هادية. ارفع ارفع الغز، ارفع غضب، ارفع غضب. يو سلام. نحمسه بس ما نحسسه، يعني عشان ما يحترق. مو مرة ولا ذا، شوي بس. شوي شوكولاتة بس نكسر اللون. حمس طبعاً. نستخدم سحلة العز. قصر 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 قصر. سلام. نصب فيها قوطي حليب. افتح افتح. نصب الحليبة. سلام سلام سلام. حيد العين، حيد العين في ذمتي. نحط البسكوت في بطن، في بطن السحلة. حلوة حلوة. كب 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 كب. حلوة. ونرصصهن عشان نبيها تذوب. فهمتوا؟ هذه التمارة هذي نجحت. شوف اللون. طبعا على ما ينجح الحليب وينكب والولي. طبعا قبل لا ينجح الحليب. السلام السلام السلام. أول طبقة نحط التمارة. السلام السلام. لظروف العج وكذا عشان كذا بنحطه في الجدر. عليه طبقة النيدو، النيدو اللي حمسناه. سلام سلام سلام. الله 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 الله. نوزع بشكل متساوي. نحط الجبانة في الزوايا، مو في الزوايا بس يعني كل قطعة في ديرة. السلام السلام السلام. نحط على البسكوت والحليب شوية طحين عشان يثقل القوام. المرويجي عشان ما يزين. لا طلزة، إنما نبيها طلزة، نبيها جامدة. سلام. وانتبه عشان ما تطيح السحلة على جنبها. سلام. عقب ما وصلنا للقوام هذا نصبه في الجدر. نواسيه بالملعقة. قسم بالله انا قاعد تاخذ لك كذا قطعه في بطنها جبانه. شوف 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 شوف.